الله أكبر، غارة على بلدة الجيني في خيمة أمس أيام الهدنة من قبل الطيران الحربي الروسي. خامس يوم الهدنة هلا حاليا بالعيد، واجا الطيران ضربنا 4 صواريخ فراغية هون، وصار عنا عدة شهداء وجرحت البنت كمان، أخذنا الله إسعاف على المستشفى. لا في هدنة ولا في شيء، كله كذب بكذب. وشفت على صور الدم هون.